مطبخ عربي إفريقي بيتميز بنكهاته وطعمته المختلفة. اليوم رح نروح سوا على الجزائر لنكتشف سوا أطيب أطباقه. جزائر يا شيف؟ اليوم جزائر. مطبخ جزائر اكيد ثاني مره بنعملها بعتقد اما ثالث مره. اوكي. من المطابخ الافريقيه الشماليه المأثرة بالاكل العثماني ايام الامبراطوريه العثمانيه اللي هلا تعتبر تركيا. العربي الامازيغي هي يعني البربري الافريقي. فلذلك بتلاقي في خليط كثير طيب. بنرجع بنذكر باستعمال الفواكه المجففه كثير. مزبوط. العسل كثير، السكر كثير بالاكل. يعني اكيد وفي نكهه اوروبيه من اسبانيا ومن ايطاليا. اوكي. فبنلاقي هالنكهات بتميز المطبخ بكذا طعمه مختلفه عن المطبخ العربي لحال، اما مطبخ البربري لحال، اما مطبخ التركي لحال، اما العثماني ايامه. حلو. اول طبق حنعمله هو يخني. عملنا احنا قبل كل شيء بيتعلق بالطواجن مضبوط هيك الاشياء المعروفه. هلا عم ناخذ طبق اكثر بيستعمل فيه الحبوب. هاي الحبوب مثل فاصوليا. هيدي اكيد ماخوذه من الشمال، يعني من المناطق اللي سقعه شوي بالجزائر. يعني بلاد بيتكلوا اكثر على الحبوب بياكلهم. يعني عندهم زراعه اكيد فاصوليا اما عدس اما اي نوع ثاني من الحبوب البقوليات. فالفاصوليا واحدة منهم. ما ننسى انه الفاصوليا والحمص والعدس بيفوتوا كثير بالطبخ الجزائري. مزبوط. اما بالاضافه للكسكس يا شيخ. هيدي القمح صار. بالقمح بنستعمل اكثر شيء الكسكس، ما بيستعملوا برغل مثلا مثل البحر الابيض متوسط ميله بلاد الشام. بيستعملوا الكسكس. اما الخبز فيا كسكس يا خبز مش اثنين مع بعض. الرز معتبر معدوم بالوجبات تبعهم كطبخ. اوكي. اول طبق حنعمله حيكون بقلبه لحمه. لحمة غنم. هلا حنحمرها مثل العادة. بس كمان لنذكر انه لحمة الغنم هي اكثر شيء تستهلك بالغذاء المطبخ الجزائري. فالغنم اكثر شيء. اكيد في انواع ثانية، في دجاج بري عندهم كثير بيستعملوه، بسموه في عندهم يعني الدجاج البري والدجاج بسموه كوازي، يعني مخلوط بري مع زراعة تربية مزارع. اوكي. يستعمل كثير بمطابخهم. اكيد البقر يستعمل، بس البقر بضل اغلى من الغنم والغنم مفضل عندنا اكثر. فلذلك يستهلك الغنم اكثر. اوكي. هلا حنبلش بالطبق. حناخذ اول شيء مقليه اما كسرول. بما انه مغرب عربي زيت زيتون يعني. مزبوط. عندهم زراعة الزيتون بشكل كتير كبير بالمناطق الشمالية اللي الطقسة برد شوي. بس هي بالنهاية يعني كل بلاد المغرب كان جزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا المغرب بيستعملوا كتير زيت زيتون بأكلهم. حتى هالطبق فيك تقدمي حده زيت زيتون لحال مع خل لحال مع هريسة لحال، بس واحد بحب يزيد عليه. اوكي. هلا هون حناخذ بصل نقطعه. شو استعملت؟ اي قسم من الخروف يا شيف؟ هون عم استعمل. اوكي. لانه بدنا اللحمه هيك بتيجي خرج، يعني هي عندك تعرف الفخذ فيه شقفتين، في الشقف اللي خرج شوي بالفرن وفي من شقف اللي خرج ينعمل شوي على مثل كباب يعني على الفحم. وفي شقف الباقي بتبقى الفرن بس ما فيهم كثير دهن جوا بقلبهم، خرج اليخانه مثل اللي عم نعملها هلا.